البرية الباسلة في تنفيذ قفز حر وعملياتي يهدف إلى التسلل خلف خطوط العدو. هذا القفز يهدف إلى التسلل خلف خطوط العدو وتحقيق عنصر المفاجأة في عمقه. أمامكم عند المنصة الشرفية سرية المدفعية الصاروخية SR-5 متعددة المهام، تتميز بالفعالية والقدرة النارية الكثيفة مع ميزة سرعة الحركة والمناورة في مختلف مسارح القتال. هذا السلاح أضاف المزيد من القوة للإمكانيات النارية لوحدات قوام المعركة لقواتنا البرية. أيها الحضور، الحدود البحرية بإمكانها كشف وتدمير كل الأهداف المعادية السطحية والتحتمائية وكذا الأهداف الجوية. تقوم أيضا بعمليات المنع البحري ومراقبة المجال البحري، كما تحمل على متنها حوامات قتالية ببدائل مختلفة حسب المهمة المسندة.